First, I pray to the أولاً أدعو الله أن يجعلني قادراً على أن أتحدث عن الحقيقة وأن ينعم علي بالحكمة لكي نمجد اسمه ونقوم بما أراده لنا. ومن سمات الله وصفاته السلام، وهو الذي يحل السلام في العالم من خلال تحقيق الحق في العالم من خلال لعون الله العلي القدير، أن نستطيع أن ندفع الشيطان والشر من خلال أن ندفع بالباطل وأن نأتي بالحق إلى الواجهة لصالح الناس. وبالدخول في قضية غزة، ما حدث كان كارثة وكان نكبة في غزة. هذا فقط هو رابط واحد في سلسلة من السلسلة المروعة الطويلة للأحداث التي تنبع من وجود لدولة اسمها دولة إسرائيل، في جوهرها وأصلها هي غير شرعية حسب التعاليم اليهودية، وهي عصيان لله وتمرد على الله، وكل شيء وكل تحرك ومجرد الوجود لهذه الدولة يعتبر أمرا شرا ويعتبر عصيانا لله، وكل تحرك ينبع من هذا البلد يعتبر شرا، أحيانا بإرادة شريرة وأحيانا لأنهم عليهم في شكل مستمر أن يقوموا بما هو شر. ودولة إسرائيل قامت بخلق أرض في أرض شعب آخر، هذا الشعب كان يسكن هذه الأرض وتجاهلوا حقيقة أن هذه الأرض أي الأرض المقدسة سكنها شعب الفلسطيني، والأغلبية منهم كانوا مسلمين، كما أن هناك مسيحيين أيضا كطائفة وطائفة يهودية. وعندما قاموا بتأسيس الدولة فإنهم ارتكبوا جريمة ضد التوراة التي تنص على أنه لا تقتل ولا تسرق. إذن منذ اليوم الأول فوجود هذه الدولة هو تحدي للتعاليم الدينية اليهودية. وأصبر معي لحظة، سأدخل في قضية غزة، ولكن علي أن أقول بأن مفهوم خلق وتأسيس هذه الدولة محرم حسب التوراة، لأن الدولة نفسها حتى لو لم تكن أرض مسكونة وكانت قاحلة ليس فيها الناس وصحراء، فإن التوراة ينص منذ تدمير المعبد، معبد سليمان، منذ 2000 عام بأنه ليس علينا أن نخلق سيادة يهودية ولو بإنش واحد. نحن أرسلنا إلى الشتات، وكان هناك 3 أيمان، يجب أن نكون مواطنين مخلصين في كل بلد نعيش فيه وأن ندعي لصالح هذا البلد الذي نعيش فيه. ثانيا، أن لا نعود بأعداد هائلة كبيرة إلى الأرض المقدسة عودة جماعية، وأن لا نخلق أي سيادة يهودية. والقسم الثالث هو أن لا نحاول أي محاولة لترك الشتات، لأن تدمير المعبد كان من الله ليس بسبب ضعفنا ولأننا أخرجنا من الأرض المقدسة كأمة، ولكن بسبب ذنوبنا. وهذا كل ما يقوله كل يهودي مؤمن ويدعو من أجله، وهو أن نمجد الله وأن نكون كلنا نؤمن بأن الله سيصنع المعجزة، وكل البشر تؤمن برب وإله واحد، وكلنا إخوان، العالم كله سينضم ويعبد الله، ولكن هذه ستكون معجزة ولن يكون هناك ملحدين. إذا ما أخذت مسدسا وذهبت إلى الشعب الفلسطيني وقلت أعطوني الأرض، فإن هذا يظهر بأن هذا الأمر ليس من الله وهو محرم في التوراة، كما أنه عصيان لله. في الحقيقة هذه هي القضية الأساسية، وبعون الله نحن هنا لنوضح ذلك. الأرض الموعودة والأرض المقدسة هي أسماء في التوراة، وهي أرض
مقدسة، ونأمل يوما ما بأن الله يجعلنا نعود مرة أخرى بمجده بدون تدخل بشري، والمعبد الثالث سيبنى وكلنا كبشر سنذهب ونعبد الله. إذا ما حملنا السلاح ضد الناس وحاولنا إجلاءهم من أرضهم فهذا محرم بنص من الله، بنص واضح. اسمح لي لحظة، ونهاية الزمن لن تأتي بالسلاح ولكنها ستأتي بمعجزة من الله. نحن قيل لنا هناك ثلاثة أيمان: لا تعود عودة جماعية، ولا تتمرد ضد الدول، ولا تحاول ترك الشتات. إذن حتى لو أخليت الأرض لا يمكن أن نقيم دولة فيها، لكن هذه الأرض كان يسكنها الناس. إذن الآن كل جزء من التوراة يتحدث عن لا تقتل ولا تسرق ولا تضطهد، كل هذه تشير إلى أن علينا أن نجلي اسم الله وأن نتصف بسمات الله مثل الرحمة والتراحم. إذن فهذا يعتبر من الهرطقة بأن لا يؤمن هؤلاء الناس بهذا المبدأ وأن يبنوا هذه 30 عاما التحرك. ثيودور هرتشل وجابوتينسكي وبنغوريان لاحقا، هؤلاء يمقتون الدين وكانوا مهرطقين وكانوا يتطلعون لما هو سهل من خلال خلق أرض، ولم يكونوا مهتمين بفلسطين والأرض المقدسة أو الأرض الموعودة. وهم أرادوا أن يذهبوا إلى أوغندا أو باتاغونيا جانب البرازيل، وهم أتوا هنا لأنهم أدركوا بأنهم من أجل الحصول على الدعم من المسيحيين واليهود الجاهلين بالتوراة وضعوا هذه الواجهة الدينية الزائفة، والأمر لم يكن أمرا دينيا، ولم يكن هناك من ثيودور هرتشل لم يقم حتى ختن ابنه. إذن هذا الحاخام وهؤلاء الناس لم يكونوا حقا يؤمنون بتعاليم التوراة، ولذلك استخدموا شعار نجمة داود، وبعضهم أطلقوا لحاهم وقالوا هذا هو أمر الله بأن نعود إلى هذه الأرض ونبنيها. إذن فهم أساءوا استخدام الدين. مرة أخرى هم يقولون ذلك، نعم هم يقولون ذلك، وهم دائما يستخدمون كلمة الدولة اليهودية تقول، ولكننا نحن يمكن أن نظهر لكم ذلك منذ اليوم الأول إلى اليوم. من هم يؤمنون بهذا الدين في العالم يقولون كلا، وهم اختطفوا اسمنا، وضعنا كتابا اسمه الكفاح. هذا كتاب يظهر الصور منذ اليوم الأول، وفيه صور هنا تظهر الكبير الحاخامات في فلسطين في العشرينيات من القرن الماضي، ورأينا في الصور مع الملك عبد الله والملك الحسين صورا هنا. ومرة أخرى عام 1900 ستزول وتتلاشى منطقيا. دولة إسرائيل هي على تعود وتنقلب على نفسها وعلى رأسها. ليس فقط ذلك، ولكن في العصر النووي فإنك تدفع أناسا وتركزهم في منطقة معينة واحدة حول أناس كثيرين. إذن فأنت تخلق بذلك خطرا عظيما على اليهود، وحتى من كثير من العلمانيين لا يقولون لماذا يجب أن نتخلى عن هذا مقابل أيديولوجية معينة. نحن كشعب يهودي متدين نقول مرة ثانية هذه ليست دولة يهودية وليس لها أساس حسب الدين اليهودي، لذلك فالمنطق بأنها لن تستمر هذا منطق واقع، لأن الله يقول لا تسرق ولا تقتل ولا تضطهد شعبا من الشعوب. وبالتأكيد الشعب الذي آوى اليهود في وطنهم أيام محاكم التفتيش عندما فروا من أوروبا وأيام الحروب الصليبية، هؤلاء هم الناس الذين تبنوا اليهود في تونس واليمن وفي إيران وفلسطين. هذه هي الأماكن التي عاش فيها اليهود دون أن يكون هناك مواثيق من الأمم المتحدة تدعو إلى حقوق الإنسان. الله يقول أظهروا الامتنان وكونوا ممتنين وشكورين
المساعدين للناس، لإخوانكم ولأخواتكم الذين يقدمون لكم المساعدة. إذن فهذا أمر محرم، وهو يتحدى مبدأ إظهار الامتنان، وهذا أمر غير أخلاقي ويخالف التوراة. نحن نقول ليس هناك حق لإسرائيل بأن لا تكون موجودة، ليس لأسباب واهية، ولكن نقول بأنه لا يمكن لك أن تسرق أرضا من الناس وأن تأخذها من الناس، وهذا ما يقوله الحاخامات في كل أرجاء العالم. الكل يدرك هذا، كما يفتي بذلك الشيخ القرضاوي وهو صديق لي وزعماء في العالم. أنا أقول لكم إن زعماء اليهود المشهورين والمعروفين منذ 130 عاما إلى اليوم كلهم وقفوا. الحاخام خوفيتسخايا قال لذلك كل شخص، أو قال هم سبب ما يحدث للعرب وللناس كون موجودة، ولكن نحن نقول كأناس متدينين وكبشر يجب أن نناشد زعماء العالم، نرجوكم لا تقفوا مكتوفي الأيدي وتقولون أنكم فقط تتعاطفون مع اليهود. هذا ليس صحيحا وليس صوابا. تفضلوا.